السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معاكم أخوكم شريف من قناة دنيا السيارات. اليوم إن شاء الله هستكمل مع حضراتكم الجزء الثاني والأخير من حلقة كيفية فحص السيارة المستعملة قبل شرائها. طبعا زي ما حضراتكم اللي تابعنا في الجزء الأولاني، إحنا بنعمل سلسلة الحلقات دي بدون أي أدوات للفحص، دي مخصصة للسائقين الجدد اللي هم طبعا يعني أغلب الناس اللي بيشاهدوا القناة بتاعتنا. فإن شاء الله هنبدأ الفحص بتاعنا النهاردة، هيكون عندنا إزاي تفحص العدادات بتاعت السيارة، تعرف إذا كان عدد الكيلومترات ملعوب فيه أو لأ، وكمان ازاي تفحص الجير بوكس نقل الحركة الاوتوماتيكي. طبعا ده من اغلى القطع اللي موجودة في السيارة، بس رجاء الله يكرمكم كل اللي بيشاهدنا واستفاد من المعلومات يشرفنا بان هو يضغط لايك على الفيديو عشان تساهموا معنا في رفع معدلات مشاهدات القناة. ويلا نبدأ على طول دلوقتي بازاي ان احنا نفحص الجير بوكس او نقل الحركة الاوتوماتيكي. طبعا انت لما بتروح المركز المتخصص زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الفحص ده فحص مبدئي انت بتعمله بايدك قبل ما تروح المركز المتخصص. والله السيارة لقيتها كويسة فخلاص بتروح تفحصها فحص شامل قبل ما تشتري. طيب هنفحص الجير ازاي؟ عندي طريقتين هفحص بيهم عصاية الجير. اول حاجة السيارة دلوقتي على البي باركينج، تمام، هدوس على فرامل القدم عادي جدا، تمام، وطبعا انا فرامل اليد عندي مشدودة عادي، بس هبدا ان انا احرك عصاية الجير. زي ما حضراتكم شايفين الحركة ديت هدفها ايه؟ هدفها ان انا لو في صوت نتشة، تمام، يعني لو انا بحرك عصاية الجير كده لقيت فيه زي نتشة او عضة حاجة من هذا القبيل، فيعني ده مؤشر بشكل كبير ان الجير فيه مشكلة. طيب ما وضحش معاك صوت ولا وضح معاك اي حاجة، الحاجة اللي هنعملها دلوقتي طبعا دي ان شاء الله برضو بنسبة كبيرة هتقولك اذا كان الجير فيه مشكلة ام لا. طيب دلوقتي انا لو جبت الجير بوكس على الدي، تمام، ونزلت الهاند بريك، المفروض ان انا دلوقتي اول ما هشيل رجلي من على فرامل القدم السيارة هتتحرك للامام بدون ما احتاج ان انا ادوس على البنزين، وكذلك برضو الامر بالنسبة للرجوع للخلف. هغيرها دلوقتي، هجيبها على الار، تمام، بصوا حضراتكم انا رجلي هنا على البريك، هرجع دلوقتي للار بدون ما المس بنزين، اوكي، هرجع اجيبها دلوقتي على البي تاني. لو حضرتك السيارة لقيت ان انت بتشيل رجلك من على البريك، تمام، والسيارة ما بتتحركش للامام او ترجع للخلف الا ما تدوس على دواسة الوقود، فده برضو من المؤشرات على ان الجير او نقل الحركة قد يكون فيه مشكلة. الفحص الشامل هو اللي هيحدد لك اذا كان الجير بوكس فيه مشكلة ام لا. طبعا برضو على الطريق، وانت على الطريق المفروض ان انت حضرتك مثلا يعني سقت من اول تسارع من اول صفر الى 100 تسارع طبيعي، فالمفروض ان السيارة توصل من صفر ل 100 بدون برضو ما تلاقي فيه يعني اللي انا بقول لحضراتكم عليها عضة او قفشة في السيارة. في كمان عداد الار بي ام، لو انت توقفت مثلا لمسافة 10 دقائق بالسيارة اللي انت بتفحصها ولقيت العداد الار بي ام مثلا على 2، فلا ده كده في مشكلة. احنا بنتكلم طبعا فحص ده السيارات الياباني مش السيارات الالمانية. انا دلوقتي برضو السيارة على البي الباركينج، تمام، وفرامل اليد مشدودة، تمام، وهدوس على دواسة البنزين او دواسة الوقود، ماشي، خليكم معايا شوفوا عداد الار بي ام ايه اللي هيحصل. ثبتوا رجلكوا كده مثلا وليكن نص دقيقة او 10 ثواني على حسب يعني ما الظروف تسمح معاكم، وشوفوا هل في صوت الموتور، الصوت اللي جاي من عند الماكينة بتاعت السيارة من عند البنية او الكبوت، وشوفوا هل في اصوات ترزيع اشياء يعني حاجات بتخبط في بعضها جاية من عند الماكينة بتاعت السيارة ولا لا. وده طبعا برضه انت كمان بتقدر تلاحظه وانت بتفحص السيارة على الطريق، يعني خلاص انت دلوقتي لقيت السيارة تمام وهتطلع تجربها على الطريق، فتبدأ تخلي بالك من موضوع الترزيع اللي جاي من عند الموتور، لان الموتور لو فيه مشكلة فيبدأ يعمل اصوات مزعجة، ويبدأ مثلا طبعا زي ما اكيد حضراتكم عارفين الار بي ام، عداد الار بي ام، انت مثلا ماشي على سرعة 80 كيلو فالار بي ام بيكون تقريبا على 1500 لفة في الدقيقة، يعني بتلاقيه موجود هنا تقريبا،
تمام، في الوسط ما بين واحد وما بين اتنين، لو ماشي على سرعة 100 كيلو فتقريبا يعني بيكون من 1800 ل 2000 لفة في الدقيقة، ممكن 2100 على حسب السيارة. وطبعا لما انت بتزود سرعتك، انت مثلا ماشي على سرعة 50 كيلو متر في الساعة وزودت سرعتك، دوست على دواسة الوقود وزودت سرعتك، فالار بي ام مثلا بيطلع يوصل ل 3 او 3.5 على حسب الدوسة بتاعتك، وبيرجع ينزل تاني على حسب السرعة اللي انت وقفت عليها. لو انت وقفت على سرعة 120 كيلو فممكن تلاقيه على 2.5، لو انت وقفت على سرعة 100 كيلو، وقفت يعني مش توقفت وانت سايق على الطريق، لا يعني ان انت ثبت قدمك على سرعة 100 كيلو متر في الساعة، فتلاقي المؤشر ثبت عند 200. المفروض بقى ان المؤشر ده ما يطلعش انت قدمك ثابتة على دواسة الوقود، المفروض المؤشر ما يتحركش كتير، يعني بكتير وممكن يطلع شرطة ينزل شرطة، على حسب بقى اذا انت كنت مشغل التكييف ولا لا، المكيف بتاع السياره يعني، على حسب درجه حراره الجو، على حسب بعض الاشياء، بس مش هينط 1000 لفه كامله. لو نطها او لقيت الار بي ام ثابت على، يعني سواء سرعه قليله او سرعه عاليه، الار بي ام ثابت على رقم عالي ما بينزلش عنه، فده معناها برضو ان الماكينه بتاعه السياره فيها مشكله. ايه اللي ممكن اقدر افحصه تاني؟ ممكن نفحص عداد الكيلومترات. انا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ده هنا الزر دوت انت بتضغط عليه كده هيبدا يجيب لي عداد الكيلومترات، طبعا بيختلف من سياره الى اخرى. هنا 128 الف كيلومتر السياره ماشيه. في طبعا بعض الناس بتلعب في العدادات بتاعه السياره وبترجعها عن طريق طبعا ان هم بيفكوا من هنا من عند عجله القياده، تمام، وبيفك الجزء دوت وبيبدا ان هو يرجع البكره بتاعه العداد. طبعا ده غش ونصب، وادعي لكل واحد في حضراتكم ان هو ان شاء الله ما يقعش في سياره تكون يعني العداد بتاعها ملعوب فيه او العداد مترجع. ازاي تعرفها ان العداد فيه ملعوب فيه ولا لا؟ المفروض ان في اجهزه عند مراكز الفحص الشامل بيكون مسجل المسافه اللي مشيتها السياره على كمبيوتر الرحلات بتاع السياره، وفي نفس الوقت هو بيقارنها بالرقم اللي مكتوب على الشاشه هنا. اللي انت تقدر تعمله انت غير مراكز الفحص، المسامير دي من الناحيتين بتبدا تشيك اذا كانت مفكوكه ولا لا. طبعا ممكن يكون مفكوكه لسبب اخر، يعني مش شرط ان هو يكون فك المسامير دي او البراغي ديت عشان خاطر ان هو يرجع العداد، يعني ممكن يكون في اي شغل في الجزء دوت يعني، بس بنقول ده مؤشر. والاهم بقى من ده كمان ان انت تبدا تشوف عندك، شايفين ازرار الزجاج دي، تقارنها بعدد الكيلومترات. احنا قلنا 128 الف كيلو، تمام، ودي الحالة بتاعت أزرار الزجاج، وكمان الحالة بتاعت دواسة البنزين ودواسة الفرامل. من الصعب طبعا ان هو يغيرها، مثلا هنا المقود، تمام، وتشوف هنا عصا الجير، تبدأ تشيك على الحاجات اللي بتلمسها الايد بالاستمرار، وخاصة من ناحية كرسي السائق. وطبعا كمان بتقارن بقى الحالة العامة بتاعت العربية بالكيلومترات، يعني لو لقيت هنا الرقم بيقول لك 50000 كيلو ماشية السيارة، ولقيت لقيت هنا ازرار الزجاج ممسوحة والمقود متقشر وعصا الجير متقشرة والسيارة متبهدلة وحالتها كده، فده برضو بنسبة كبيرة مؤشر ان العداد بتاع السيارة ملعوب فيه. ده احنا بنقول يا جماعة فحص مبدئي طبعا، ونحذر الناس ان هي يعني تكتفي بالكلام ده وتشتري السيارة، لا، لازم تفحص فحص شامل زي ما قلنا لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت. طيب الناس اللي هي عندها سيارات الماني، في نصيحة هنقولها دلوقتي ان شاء الله هتفيدكم. اي سيارة تخش داخلها تشم رائحة زيت اويل يعني، او دهن بلغة اخواننا الاردنيين والعراقيين تقريبا، اي سيارة تخشها تلاقي فيها رائحة زي دي انصحك تبعد عنها، وخصوصا في السيارات الالماني، لان دوت بيكون مؤشر على وجود تسريب زيت من داخل الماكينة. فربنا يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله. ضروري كمان وانت بتفحص السيارة طبعا على الطريق بتبدأ بقى تشيك، يعني تاخد السيارة على سرعات مختلفة زي ما قلنا. اهم حاجة ان انت وانت على الطريق طبعا تلاحظ لو في اي اصوات بتصدر من اي اجزاء في السيارة، اجزاء ميكانيكية، لو انت بتاخد مطب مثلا تلاقي فيه صدمات او يعني صوت خبطات او حكات موجودة في السيارة، دي برضو حاجات ان انت محتاج تفحصها وتراقبها. وكمان في يا جماعة احيانا سيارات بتكون موديلات حديثة بيحصل فيها طقطقة في اصوات الديكور، يعني ان انت مثلا وانت سايق، تمام، شايفين حاجات زي كده، اصوات بتصدر من الجزء دوت، تمام. لما انت بتوصل لسرعه 100 كيلو ممكن تلاقي تنسيم هواء
تنسيم هواء جاي من هنا من عند الجزء دوت، ممكن تلاقي اصوات كتير مزعجه، فخلي بالك من صوت الديكور عشان ما تشتريش السياره وبعد كده تتفاجئ ان في اصوات مزعجه مثلا جايه من عند الجزء ده اللي فيه الشاشه او الجزء دوت تمام بتاع السياره. فاصوات دي بتبقى مزعجه جدا 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 وممكن تكرهك في السياره وتخليك يعني ان انت تكره ان انت تقودها. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويرزقنا واياكم السلامه ان شاء الله. ما تنسوش ان انتوا تضغطوا لايك يا جماعه على الفيديو عشان تدعمونا وتشجعونا وفيديوهاتنا توصل لاكبر عدد من المشتركين. طبعا الفحص يطول ويطول ويطول، لو في حاجه انا نسيتها ان شاء الله هكتبها لحضراتكم في التعليق المثبت او في الوصف بتاع الفيديو. وكمان اللي ما شافش الجزء الاول هتلاقي الرابط في صندوق الوصف الخاص بالفيديو، وكمان هتلاقي حلقتين عن ازاي ان انت تختار افضل سياره وحلقه للرد على الاسئله ان شاء الله هتلاقوهم في قائمه تشغيل موجودة داخل القناة. شكرا جزيلا لحضراتكم ونلقاكم قريبا جدا ان شاء الله.